قرأ لي الآية الثانية فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. بارك الله فيكم.